عليهم في الدنيا والآخرة. هذا يسمى نوع من العقوق والعدوانية. هاي مواطنة طيبة كريمة أرسلت رسالة، هاي المقدمة ضمنتها، يعني مرأة فقيرة هي لكن عندها ذوق فني، عندها ذوق صور الورقة كتبتها بأربع ألوان من الحبر وباعتناء بالخط، تعرض مشكلتها مع زوجها. شوف إنسان صاحب الذوق بثلاث صفحات تعرض مشكلتها ويا زوجها، هذا الزوج الذي تجاوز عليها وطلقها ولها ستة أولاد منه، أولاد قصر. مشكلتها شنو مشكلتها؟ مشكلتها تقول أنا مشكلتي ويا هذا الزوج هو أنه يريد أن يخرجني من البيت ويأخذ ويبيعه ويستغرب فيه، بينما زوج عطية من السيد الرئيس الله يحفظه مكرمة، وأنا سعيت فيه، تقول أنا سعيت وبنيت وياه وسويته للبيت، وهو يريد الآن يهججني ما ينطينا. هي عايشة على صدقات المحسنين، عندها ست أولاد، يتراوح الأولاد بين ثلاث سنوات إلى واحد منهم يخدم بالخدمة العسكرية. هل هاي الحالة مقبولة؟ لا، مرفوضة هاي الحالة أختي العزيزة، هاي الحالة يا أختنا مرفوضة. إيمان عبد الكريم علي، هاي مرفوضة الحالة، ما يمكن أن تكون هذه. ومقدمة فد هدية للسيد الرئيس على حفظها، مقدمة فد كلمات حلوة ومخلي صور الرئيس، فنانة، هي فنانة يعني عندها مواطنة صالحة، عندها مشاعر إنسانية أخلاقية تجاه الرئيس، تعبر عن 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 حالة معينة وتحب تهديها للسيد الرئيس عن طريق البرنامج. يقول البرنامج هذا، البرنامج خيمته هو السيد الرئيس الله يحفظه المبارك، فهذه تقدم هذه. شوف شوف الفن، شوف العمل الفني والجميل والمواقف الإنسانية الأخلاقية، شوف المواطن الصالح، شوف نعبر عن 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 حالات جميلة حلوة. الحالات الجميلة الحلوة عبرت بها المواطنة البسيطة بالمحبة، تعبر عن محبتها وبالولاء، ما تعرف الولاء، عبرت عن ولاء بهذا الشكل وهي بأمس الحاجة. فهذه حالة مشكورة من الأخت المواطنة، ونحن عرضناها أختي كما أمرتي، فإذا رادوها ندفعها إلى الجهة المطلوبة إذا رادوها. بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء، جزاء الخير. كل مواطن يؤدي واجبة تجاه الوطن وتجاه القائد المضحي الذي يسعى من أجل الله تحقيق مرضاة الله ومن أجل الوطن والمواطنين.